كانت اليوم تظاهرة قفطان بوغ لي جون كرياتور، كان ديفيلي رائع. كانوا قدموا في على البوديوم ديال كافطون اشياء رائعه، وما كانش عندهم وقت كبير باش يديروا هاد القطع. انا متفائل ان لي جون غياخذوا لا غوليف ديال القفطان المغربي وغيبدعوا فيه ان شاء الله. وكنحييهم كاملين وكنقول لهم تبارك الله عليكم، وهذا فخر بان يكون عندنا مصممين صغار كيهتموا بالقفطان المغربي. كان طبعا لو شوا صعيب بزاف بالحق، اللي رجع كل مره هو نختاروا المصمم اللي فكر في شي حاجه مغايره، يعني ما دارش غير قفطان كلاسيك ولكن كاينه شي تكنيك اللي جديده، وهي خدات دي زيليمون من الثوب ديال الشلوح، ودارت نفس الطريز اللي كيتدار نورمالمون على داك الثوب الشلوح، دارته على القفطان المغربي. على المزيج الالوان ديالها كان رائع بزاف، وهي علاش ماركات داك الاختلاف، واخا هو اختلاف صغير لان كلهم بدعوا اليوم. إيمان بانوس. أنا جد سعيدة بالمشاركة، أولاً ليا في قفطان، ثانياً في التتويج ديالي كفائزة في مسابقة جون تالون، حيتاش كاين بزاف تاع لي زيموسيون، كان لو ستريس قبل ما ندخلوا في باكستيج، دونك فاش سمعت السمية ديالي كنت جد سعيدة، هذاك غدوم الفرح. استوحيت من الثقافة الأمازيغية اللي هما الأصول ديالي كأمازيغية الأصل، وكذلك استوحيتهم بالضبط من موسم إيميل شين اللي كيكون كل سنة وكنشوفوا فيه العروس الأمازيغية وهي لابسة حنظرة ومزينة الرأس ديالها بالصوفة وبالحلي وبالمزونة، فأنا خديت هذه الصورة هذه ورديتها عصرية في القفطين ديالي، سواء في القصة في الشوا ديال التيسو في لي كولور وكذلك في الحلي ديال النقرة اللي استعملت. انا صراحه كاع الفنانه ما كرهتش نلبسهم كاملين، الفنانه اللي كيبغيو القفطان المغربي واللي تيبغيو يبينوا القفطان المغربي واللي نبينوا العالم كامل. كنبغي نقول لها شكرا، كنبغي نقول شكرا لبابا، كنبغي نقول شكرا للزوج ديالي على المسانده ديالهم وعلى على الوقفه اللي واقفين معايا والتشجيعات ديالهم، وكنشكر وكنقدم واحد الشكر كبير للزوج ديالي اللي هو كان ديما في جنبي واللي مساندني دائما. Thank you.